صباحكم الله بالخير والنور متابعينا وين ما كنتوا، في حلقة جديدة ومميزة نبدأ بها هذا الأسبوع الحافل بالفعاليات والمناسبات اللي تليق بالاحتفاء بأعيادنا وأعراسنا الوطنية. احنا اليوم كبحرينيين سعيدين بهذا الانشغال الجميل برفع راية الوطن وإبراز طاقاتها، سواء كان هذا الأمر من خلال المعارض الموجودة كمعرض الخريف أو سوق المزارعين أو الفعاليات القائمة في القرية التراثية براس حيان أو الحفلات الغنائية أيضا اللي طبعا يشيدوا صناعها بحب هذا الوطن مع تجلي جهود كافة الجهات المعنية اللي نقدم لها كل الشكر والتقدير على كل هذا المجهود، فكلنا نعمل لأجل هذا الوطن. طبعا متابعينا نبدأ معاكم بأحد المعالم السياحية والأثرية والتاريخية والتراثية لمملكتنا الحبيبة وهو باب البحرين. باب البحرين الكل يعلم أنه هو معلم سياحي بحريني مميز وذو تصميم معماري مميز أيضا وهيئة فريدة على شكل قوس دائري ضخم. يجذب هذا الصرح أو هذا المكان العديد من السياح والمقيمين والمواطنين وخاصة المصورين الفوتوغرافين اللي يشوفونه موقع ملائم للتصوير. في التقرير التالي راح نرجع معاكم للوراء قليلا نحدد البدايات ونشأة هذا المعلم التاريخي المميز. خلكم معنا. باب البحرين هو مبنى ذو تاريخ عريق يقع تحديداً في مدخل سوق المنامة، وتأسس على يد مستشار الحكومة البحرينية تشارلز بيلغريف عام 1920 وكان يطل على البحر، وضم آنذاك مكاتب الحكومة البحرينية ليكون مقراً لها. وفي عام 1945 تمت إضافة بوابة لهيكل المبنى لتصبح علامة بارزة على مدخل هذه السوق التاريخي. ويتكون المبنى من جناحين الشرقي والغربي ويتصلان بوساطة ممر، وتعرض هذا المبنى مع مرور الوقت لتغيرات عديدة. وفي عام 1986 تبنت وزارة الثقافة هذه الواجهة الحضارية وقامت بترميمها لتحمل طابع العمارة الإسلامية من خلال إضافة نقوش وزخارف بديعة. باب البحرين هو العمود الفقري اللي يربط الطريق الحيوي المؤدي جنوباً إلى سوق المنامة مع مرفأ البحرين المالي في الجهة الشمالية، وثمت ميدان صغير يواجه مبنى باب البحرين ويتكون من دوار ومنطقة لسيارات الأجرة. باب البحرين بقعة نابضة بالحياة مطلة على سوق المنامة العتيق، واللي يقدم تجربة تسوق فريدة بين الدكاكين المحتفظة بطابعها المعماري القديم، واللي توفر سلع ومنتوجات شعبية وحديثة ومقاهي ومطاعم تقدم مشروبات ومأكولات شعبية وحديثة. بالفعل مثل ما قالت زميلتنا العزيزة سكينة، هو العمود الفقري لعاصمتنا الحبيبة والعمود الفقري لسوق المنامة بالتحديد بتاريخه وبهذا الجمال العمراني. طبعا ننتقل إلى فقرتنا الأولى متابعينا للمؤسسات التنموية، دور بالغ في الأهمية في تطوير الأفراد والأسر ومختلف الأطياف لما يساعدهم في مواجهة الظروف الصعبة والانخراط في المجتمع بشكل انسيابي وسلس، ويؤهلهم أيضا ليكونوا عناصر فعالة في الوطن ومؤثرة بشكل كبير، وذلك من خلال سعي هذه المؤسسات لدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع والعمل أيضا على توفير كل الظروف الملائمة وزيادة رفاهيتهم وتطوير قدراتهم في مجالات مختلفة، المادية منها والنفسية والفكرية والدينية والخلقية. لذا فهي تلعب دورا مساندا وشديد الأهمية مع الجهات الحكومية في تقليل الفروقات بين الأفراد. تعتبر جمعية النور للبر مؤسسة خيرية نسائية تطوعية تهدف إلى توفير كافة سبل الرعاية والاهتمام وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك إيماناً منهم بدورهم
في التنمية المجتمعية، لذلك حرصت على إقامة المشاريع والبرامج لتحقيق هذه الغاية. والحديث أكثر أرحب بضيفتنا في الاستديو الأستاذة رحاب عبد الله حمزة، عضو مجلس إدارة ورئيسة لجنة الأيتام بجمعية النور للبر. يا هلا ومرحبا فيك، صبح عليك بالخير والنور والسرور، وسعيدين تواجدك معنا. والله احنا اسعد بهاي المناسبه لاتاحه الفرصه لنا علشان تعرفون دور جمعيه النور للبر. طبعا جمعيه النور للبر عملها الخيري والعمل الخيري والعمل التطوعي هو العمل التنموي للاسر في البلد. يعني استاذة في البداية خلينا نتكلم عن العمل التطوعي بشكل عام، هل فعلا العمل التطوعي يحقق التأثير المباشر في الجهود الخيرية التنموية؟ طبعا العمل التطوعي إذا كان الشخص يعني نابع من نفسه عمل تطوعي يقدر يحقق كل شيء. والعمل التطوعي يؤثر في العمل الخيري والتنموي حق البلاد والأسر، معنا احنا يدنا بنكون قريبين من الأسر المحتاجة والأسر الأيتام والأسر المتعففة. نعم. العمل التطوعي تنمية للبلد والأسر. إذن هو يعني أساس التطور، أساس الارتقاء، أساس الموازنة في المجتمع. طبعا بس يكون نابع من الشخص نفسه، يعني الواحد ما يسوي شيء يقول لك عمل تطوعي، بس انت تسوي العمل التطوعي تتقن فيه. قصدك اقتناع استاذه؟ اقتناع ان انا اسوي عمل تطوعي، انا مقتنعه بالعمل اللي انا اسويه، اقدر انجز اشياء كثيره. نعم. اقدر اساعد اسر اكثر لان انا مقتنعه بهاي الشيء، ويعني يعني حلو العمل التطوعي. بالعكس هو يعني غريزه جميله في في في, في كل انسان، ولكن كل إنسان لابد انه يحفزها شويه. اي طبعا اكيد طبعا. هذه دور الجمعيه عندكم اللي هو التحفيز على العمل التطوعي والخيري لتنميه المجتمع. ابرز المكتسبات اللي حققتها الجمعيه، خلينا نتكلم شوي في الجمعيه وبنرجع على العمل الخيري والتطوعي. والله من خلال السنوات الماضيه يعني اكتسبت الجمعيه مكتسبات كثيره، فلذلك احنا انشانا عده لجان. نعم. لجنه الايتام ولجنه الترميم والبناء ولجنه العلاج ولجنه المساعدات اللجنه الاجتماعيه، على اساس ان نقدم المساعدات العينيه والماديه وعلاج المرضى من هذه اللجان. نعم. يعني في توزيع لمهام العمل. اي نعم، كل لجنه لها عضوات عديده، وكل لجنه لها رئيسة لجنه. نعم. وكل لجنه عندها مثلا الايتام في تتبع الايتام، ففي عضوات ورئيسة لجنه. لجنه العلاج يتلقون طلبات العلاج اللي مو متوفره مثلا، او المريض اللي ما يقدر يعني يدفع حق العلاج، ففي رئيسة لجنه وفي عضوات معهم مساندات، وفي معهم دكاتره يعني في لجنه العلاج. بالنسبه حق لجنه الترميم، رئيسة اللجنه وعضواتها ينظرون حق الاسر اللي محتاجين يرممون اشياء بس ما عندهم الماده الكافيه، اشياء بسيطه، وساعات نحتاج ان احنا نسوي مثلا البيت يعني كبيت صغير، ماضي نساعدهم في معيشتهم في البيت كجديد. نعم. واشياء ثانيه. بالنسبه حق الاسر الاجتماعيه كذلك، اسر الدخل المحدود فيحتاجون بعد، ففي لهم رئيسه وفي لهم عضوات وفي زيارات عيني يعني موسميه يروحون يزورونهم. يعني في معاينه ميدانيه ايضا لازم، في معاينه، لان ما نقدر من غير المعاينه الميدانيه ما نقدر نحدد. بس صحيح. بالهاي لازم تروح تشوف هل هذا يستاهل، هل هي اوكي ولا لا، يعني نشوف الاشياء ونقدر نقدم لهم المساعدات. وايضا الزياره تقرب المسافات طبعا، احنا دائما نكون قريبين منهم، دائما يدنا مع يدهم بعض، يعني يجونا اللي يجونا الجمعيه ونشوفهم وناخذ معهم ونعطي معهم، وفي زيارات لهم ميدانيه. نعم استاذه، كنت ابغى اسالك ان اي اهم اللجان الموجوده عندكم، ولكن من خلال حديثك كل لجنه لها دور وكل لجنة مهمة. أي طبعا. وكل لجنة لها أهمية مختلفة. طبعاً. ولا تقل أهمية عن اللجنة الثانية. طبعا. هذه الأسرة وتوزيع المهام مهم جدا، من خلال كل واحد ياخذ الجانب اللي يبدع فيه واللي يتميز. أي نعم، عندنا يعني مثلا العضوة اللي تبي تنتسب حق الجمعية تشوف اللجنة اللي تختارها شنو. نعم. هي من يعني ما يلحق شنهم، مثلا العلاج تحب العلاج، تحب الأيتام، فتبدع في الشيء. فلما الواحد يروح حق الشيء يبي منه ونفسه يبدع فيه.
نعم استاذة، نرجع شوي للعمل التطوعي. شنو دور العمل التطوعي والخيري في تعزيز الحس الوطني؟ العمل التطوعي يعني هو العمل الحس الوطني، لابد من ان انت مثلا تضيف للوطن شيء، تساهم في بناء المجتمع، تساهم في تماسكه. العمل التطوعي هو العمل الخيري، ان انت تكون قريب من الاسر او من الجهات اللي تحتاج المساعده، فانت تعزز من قيمتهم في المجتمع، توقفهم في المجتمع، فالمجتمع يرتقي بهذا الشيء، خصوصا اذا كان يعني العمل التطوعي يؤدي الى تنميه المجتمع وارتقاء المجتمع. نعم. واحنا نكون يد بيد مع الاسر الايتام والاسر المحتاجه والاسر المريضه، يعني هاي كلها على اساس نقدم لهم المساعدات. نعم. المساعدات عينيه وماديه وكعلاج. نعم. بما انك تطرقت الى المساعدات، استاذ، الاليه المتبعه لاختيار الحالات اللي تحتاج الى المساعدات. الحالات اللي تحتاج المساعدات، نشوف الدخل مثلا لهم، شنو الدخل الشهري للأسر، هل مثلا إذا كانت للعلاج، هل هم يعني في حاجة لعلاج، مثلا رب البيت ما عنده المادة الكافية انه هو يتعالج في الحكومة، وفي أشياء في الحكومة بس ساعات اضطر انه في له أبر او في له أشياء ثانية يدفع لها فلوس. نعم. وهذه ياخذها مثلا على نظام شهري، فيلجأ هني للجمعية، الجمعية تشوف التقرير ماله وتساعده في هذا الشيء، فشهريا تدفع لمن مثلا حق الأسر الأيتام. أسر الأيتام طبعا ما في لهم معيل، هم الأهم. فوالله كلهم مهمين ترى، صحيح يعني صحيح، ما ولكن الأيتام يعني لهم كذي جانب آخر شوية. يعني الأيتام هم المؤسسة الملكية الخيرية الله يحفظهم الشيخ ناصر، هذين الأيتام كلهم من البحرين. نعم. فيعني احنا يعني مثل ما تقول نساعد، تعزيز معهم شوي، نساهم نساهم معهم، لان في اسر ما زالت تحتاج. نعم. لو يعطونهم بعد محتاجين، فعلى حسب زياراتنا بعد نحسهم انهم محتاجين، فبعد احنا نمولهم ونساعدهم. نعم. خلينا نتكلم عن شهر الاعياد، شهر ديسمبر، شهر الكل يحتفل فيه، وعراسنا يعني ما تخلص بحكم محبتنا لهذه الأرض وهذا الوطن. طبعاً. الفعاليات اللي أقمتوها، والله شهر ديسمبر يعني كله فعاليات، وشهر أعياد مثل ما قلت، وشهر عرس الكل يفرح فيه من العود ولا الصغير. طبعاً احنا نبتدي بواحد ديسمبر اللي هو يوم المرأة البحرينية، فالجمعية تسوي احتفال، هو بداية خير كذي للمرأة. نسوي يوم المرأة البحرينية لعضواتنا المنتسبات المتميزات، ويكرمونهم في هذا اليوم. وطبعا يستاهلون صراحة، والمرأة البحرينية تستاهل. وأنا اليوم أول ما دخلت الاستديو يمكن لاحظت أن كل اللي موجودين حتى خلف الكواليس نساء. نساء سيدات. يلا الحمد ما لله، ما في إلا أنا ويمكن المخرج وواحد معنا. يعطيكم العافية. لذلك هي مهمة المرأة للأمانة. طبعاً المرأة هي يعني هي العمود الأساسي للأسرة. صحيح صحيح. فاحتفالنا إحنا نكون بتكريم المرأة البحرينية في 1 ديسمبر، وكذلك نفرح مع أمهاتنا اللي في دار البير عندنا تابع للجمعية. بعد نسوي لهم احتفال ونكرمهم، والنساء الكبار. دار البر. دار البر هو عبارة عن هو مثل النادي، يروحون فيه النسوان الكبار ويسوون لهم برامج وزيارات واحتفالات، ملتقى يعني. اي، وعندهم طبعا مسؤولة عنهم وتروح تسوي معهم كل الاحتفالات. حلو. وكل شيء، فهذا اللي بعد يفرحون والنسوان الكبار. إذا يعني ما في اهتمام في شريحة معينة عندكم؟ لا، كل في كل شيء، ما مخصصين شيء معين. حلو، جميل. يعني جميل. عدة شرايح حق هو عمل خيري حق الكل يستفيد منه. جميل. نرجع للاحتفالات. ايه؟ معلش سامحيني أنا. لا لا يعني عادي، بالعكس يعني بالعكس، خذ راحتك. تشدني صراحة الأعمال. ايه؟ اللي تقومون. لا خذ راحتك، عندنا الحين بعد في هذه حق كرنفال الأيتام، نسوي لهم حق العيد الوطني، نعزز فيهم حب الوطن. نعم. يعني نسوي لهم البرامج حق الوطني، يلبسون الأبيض والأحمر والأعلامة يعني الياهل يفرح في هاي الشيء مع البلاد نفسها في احتفالاتها، فهاي كل الاحتفالات يعني في عندنا ونسويها في العيد الوطني، نفرح الجميع من العود والصغير. هي للأمانة فرحة الكل يساهم فيها ويشارك فيها. اي طبعا الكل. استاذة، نروح الى شوي الاعمال التطوعية والاعمال الخيرية.
هل الجمعية عندكم تساهم في تنمية المواطنة أو المفهوم الحب الوطني في من خلال أعمالكم؟ يعني مثل حق حب الوطن مثلا، هو من خلال أعمالكم الجمعية أفرادها من خلال المجهودات، هو مجرد أن أنت تساهم في المجتمع، هو رد جميل فقط لو بسيط للوطن، هو أنت الأمل الخير لما تسويه كجمعية، نسوي الأمل الخير حق الأسر وحق الأيتام وحق احنا نساعد من البلد ونرقي من مستوى البلد. يعني احنا مثلا حق الأيتام احنا نسوي لهم نعزز فيهم حب الوطن والمواطنة فيهم، فنسوي لهم مثلا الاحتفال ان ارسم لي مثلا احلى رسمة فنية حق يوم الوطني، احلى زي وطني. هي مسابقة بسيطة، شيء بسيط الياهل يفرح فيه، لو تعطيه بس شيء بسيط بس انه هو يفرح. زرعت فيه بذرة خير، فهو يشتطون ويسوون ويعني يحبون هذا الشيء، فانت لما تزرع فيهم هاي الشيء هذا شيء حلو، يعني تساعدهم على حب الوطن وتعزز فيهم حب الوطن. أكيد. والكل كل مره يعني ترقبون ان احنا في هالتاريخ لازم نروح ونشارك في هالمسابقه او المسابقه واشياء ثانيه، يعني لان احنا نسوي لهم كأيتام نسوي لهم عده فعاليات وانشطه اي طول السنه، يعني على حسب اجازاتهم نسوي لهم كل شيء. يعني يعطيكم العافية، ويعني أنا عاجز عن شكرك أستاذة، ولكن قبل لا نختم معاك نتكلم عن الجمعية وأعمالكم في المستقبل. بالنسبة حق الجمعية عندنا إحنا فعاليات بعد في هاي الشهر، إحنا ما ذكرتها لك، اليوم 27 إلى الآن مستمرة هالأفراح إن شاء الله. نعم نعم لآخر الشهر إن شاء الله. عندنا يوم الأربعاء 27 ديسمبر طبق الخير، وهذه دعوة نوجهها حق النساء، حياكم الله. اللي هو عبارة عن شنو؟ اللي هو يعني يتبرعون بأطباق أكل، أطباق، وهاي الأطباق إنها تتبرعها في الخير، إنها هو نبيعها إحنا وندخل ريحها حق الجمعية واللجان اللي في الجمعية، تروح من أسر، من علاج، من أيتام، من كلها تدخل لها، فيكون هذه بس نساء. لو تساهم طبق بس؟ أي شيء تساهم بطبق، بتساهم بدينار، المهم أنت ساهمت في الخير بأي شيء. وعندنا بعد الله يسلمك في أهلا رمضان، بيكون طبعا قبل رمضان هذه اللي هو احنا نسوي الماكلة الرمضانية وأشياء رمضان من الأكل الرمضان حق ربة البيت اللي يجهزون لهم حق قبل بشهر شهرين، الكل يحط طاولته، هذه كل واحد يحط طاولته ويجون الناس يشترون استعداد حق رمضان من جميع أشياء اللي ربة البيت تقدر تستخدمهم. يعني التحضير حق شهر رمضان مختلف عند السيدات، اي هذه من عبايات، من الجلابيات، من المقدسة عندهم، من أكل، من كل شيء يعني. أكيد فنقدر نسوي لهم. أنا شاكر لك أستاذة، شاكر لك تواجدك معنا، شاكر لك هذه المجهودات اللي تقومون فيها، يعني كلمات الشكر قليلة في حقكم. والله احنا اللي نشكركم على اساس ان احنا عرفناكم وعرفنا الجمعية على شنو افعالها وما تقوم به. شكرا لكم على هذه المقابلة اللطيفة. شكرا لك، شكرا لك تواجدك معنا، وموفقين دائما وابدا في هذا يعني العمل الجميل واللي يهدف الى طبعا تنمية مجتمع. الله يوفق الجميع إن شاء الله، موفقين ويقدرنا موفقين إن شاء الله على استمرار في العطاء من هذا الشيء. شكرا شكرا لك أستاذ، الله يحفظك. نروح إلى المنجزات الوطنية الكثيرة، والمجال الطبي له دور أيضا كبير في هذا في تطور هذا القطاع، ومن منجزات مجمع السلمانية الطبي افتتاح قسم علم الأمراض والمختبر. نتابع التقرير لمعرفة القصة. يحتضن مجمع السلمانية الطبي على قسم علم الأمراض والمختبر كركيزة أساسية في تقديم خدماته الطبية المتميزة. يتمتع هذا القسم بدور حيوي في رعاية المرضى وخدمة المجتمع، حيث يدمج بين التقنيات الحديثة والخبرات الطبية لتحقيق الرعاية الشاملة والتشخيص الدقيق. ويعمل قسم علم الأمراض والمختبر على تقديم دعم فوري ودقيق لفرق الطب السريري من خلال تحليلات مختبرية متقدمة، هذا
يمكن الأطباء من اتخاذ القرارات العلاجية بدقة أكبر وتوفير الرعاية المناسبة لكل حالة، كما يعتمد القسم على أحدث التقنيات والأساليب في مجال علم الأمراض والتشخيص مثل التحليل الجيني والصور الطبية عالية الدقة وتقنيات التحليل الحيوي المتقدمة. هذا يسهم في تحديث وتطوير الخدمات المقدمة بما يتلائم مع تطورات الطب الحديث، ويعمل القسم كمحرك للبحث العلمي حيث يقدم بيانات ونتائج تحليلية تسهم في تطوير العلاجات وفهم الأمراض، كما يدعم القسم الابتكار وتطوير الطرق الجديدة في التشخيص والعلاج. وبجانب دوره الرئيسي في تقديم الرعاية، يشارك القسم أيضاً في الحملات التوعوية والبرامج الوقائية للتحسين من صحة المجتمع والوقاية من الأمراض، كما يعمل قسم علم الأمراض والمختبر على تعزيز التواصل مع الأطباء والمرضى، وكذلك بناء شراكات مع مراكز طبية أخرى ومؤسسات بحثية لتبادل المعرفة والخبرات. ومن خلال دمج الخبرات الطبية العالية مع التقنيات المتقدمة، يظل قسم علم الأمراض والمختبر في مجمع السلماني الطبي رائداً في تقديم الرعاية الصحية المتميزة والمستدامة. يعكس هذا الدور الحيوي التزامهم بصحة المرضى ودورهم الفاعل في خدمة المجتمع وتحسين جودة الرعاية الصحية بشكل عام. عن متابعين الحديث أكثر عن هذا الموضوع وعن هذا المختبر، يسعدنا استضافة الدكتورة نرمين سعيد استشاري علم الأحياء الدقيقة ورئيس قسم علم الأمراض والمختبر بمجمع السلمانية الطبية. هلا ومرحبا فيك دكتورة، صبح عليك بالخير والنور والسرور، وسعيدين بتواجدك وسعيدين بهذا المختبر الجميل اللي شفناه للأمانة. نتكلم عن المختبر في البداية. أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، وأحب أبدأ اللقاء بأن أنتهز هذه الفرصة لأرفع أسمائيات التهاني والتبريكات لسيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وسمو رئيس الوزراء ولي عهده حفظهم الله بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة. طبعا قسم المختبر وعلم الأمراض يقدم العديد من الخدمات التشخيصية للعديد من الأقسام الباطنية وأيضا الأقسام الجراحية بمجمع السلمانية الطبي، بالإضافة إلى العديد من المستشفيات الحكومية الأخرى وأيضا مراكز الرعاية الصحية الأولية. إذن هو ليس مقتصر على خدمة مجمع السلمانية الطبي، لا، بل جميع المستشفيات، جميع المستشفيات والمراكز الصحية الأولية. حلو جميل، هذه طبعا مجهود كبير ومسؤولية كبيرة. أكيد. الإمكانيات اللي طبعا يعني موجودة في هذا المختبر، سواء الإمكانيات البشرية أو حتى الإمكانيات الآلية، هو بالتأكيد قسم المختبر وعلم الأمراض بمجمع السلمانية الطبي يعتبر من المراكز التشخيصية الرئيسية، ويحتوي على العديد من المختبرات من ضمنها مختبر علم الأنسجة، عندنا أيضا مختبر الكيمياء الحيوية، مختبر أمراض الدم، أيضا مختبر الأحياء الدقيقة وهو الميكروبيولوجي، وبعد عندنا قسم المناعة بالإضافة إلى علم الوراثة وبنك الدم المركزي. نعم دكتورة، ما شاء الله عليكم، جميل هذا التنوع وهذا الاختصاصات المتعددة، لكن لغة الأرقام الآن هي اللغة الدارجة. لو نتكلم عن الإحصائيات لأبرز الخدمات اللي يقدمها المركز أو القسم عام. طبعا الفحوصات اللي قام فيها المختبر خلال العام الماضي كان عددها بالملايين، وصل تقريبا عدد الفحوصات ما يقارب من 16 مليون فحص مخبري خلال العام الجاري حتى أكتوبر 2023، وهو يعتبر رقم أقدر أقول أنه هو رقم مهول بالنسبة للفحوصات للمختبرات الأخرى. طبعا نعم، لو نروح إلى الأقسام المتنوعة اللي أنت ذكرتيها دكتورة في وأنواعها المتعددة في الفحوصات، نوعية الخدمات هذه المقدمة للجمهور، حريصين تو على تقديم هذه الخدمات
وأيضا حريصين على جودة هذه الخدمات. الطاقم البشري الموجود، هو طبعا الطاقم البشري اللي موجود في قسم المختبر وعلم الأمراض طاقم كبير جدا، وصل عدد الاستشاريين اللي فيه ما يقارب من 23 استشاري وطبيب متخصص في مختلف هذه المختبرات، بالإضافة إلى ما يقارب من 130 فني ذو خبرة واسعة طبعا في العديد من هذه التخصصات. ما شاء الله دكتورة، نروح إلى طبعا مؤخرا حصل مختبر السلماني الطبي على اعتماد الآيزو، وهو طبعا من أعلى الاعتمادات العالمية للمختبرات الطبية لو نتكلم فيها، وفي كذي رقم مميز عندكم فيه. هو الاعتماد الدولي ISO 15189 هو أحد أهم الاعتمادات الدولية المتخصصة في المختبرات الطبية. طبعاً الحصول على نأخذ شرح بسيط عن هذا الاعتماد شوية. الحصول على هذا الاعتماد كان يعتبر تحدي كبير جداً بالنسبة لقسم المختبر. أقدر أقول إنه هو تحدي لأن تعددية أنواع المختبرات اللي عندنا، وأيضا عدد الفحوصات الكبير اللي نقوم فيها اللي يصل إلى المئات. عامة وعادة يكون الاعتماد يروح للمختبرات الصغيرة، لكن مختبر مثل مختبر مجمع السلمانية اللي يعتبر مختبر مركزي كان تحدي كبير جدا أن احنا نروح بهذا الكم من الفحوصات. أقدر أقول أن بالدعم الكبير اللي حصلناه من المجلس الأعلى للصحة وأيضا مجلس أمناء المستشفيات الحكومية وإدارة المستشفيات، الثقة الكبيرة اللي بثوها فينا وطبعا بجهود جميع العاملين ما أقدر أنسى أي أحد منهم، جميعهم صراحة ساهموا في هذا الإنجاز اللي تمكننا في خلال فترة وجيزة يمكن كان 6 لـ 8 شهور وقدرنا نحصل على هذا الاعتماد لأول مرة بالنسبة لمجمع السلمانية الطبي. الاعتماد طبعاً الاعتماد طبعا يؤكد على جودة المعايير اللي تقوم فيها الفحوصات الطبية، لأنه هو يخضع المختبر لعدد كبير جدا من الإجراءات والفحوصات من أجل التأكد من جودة هذه الفحوصات اللي نقوم فيها. نعم، الاعتماد أكيد راح يعكس أو ينعكس على جودة الخدمات اللي تقدمونها، فشنو الإضافات اللي راح تقام في المختبر أو القسم بعد الاعتماد؟ هي طبعا عدد الفحوصات بالتأكيد زاد، وإحنا قاعدين نوفر فحوصات أكثر وأكثر، والهدف ليس فقط أن العدد الفحوصات يزيد وإنما جودة هذه الفحوصات والتأكد من دقتها وسلامتها. نعم، نروح إلى الآلات الموجودة عندكم. هناك مثل ما ذكرتي لي في بداية حديثنا في مختبر الأحياء الدقيقة والبكتيريا منذ عدة سنوات، صحيح؟ صحيح. تأثير هذا المشروع على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى؟ هو قسم الأحياء الدقيقة اللي احنا نقول عنه الميكروبيولوجي، التقنية العالية اللي فيه الحين وهو اسمه Total Microbiology Automation، هذا المشروع طبعا تم تنفيذه في عام 2017. في هذه الفترة كان يعتبر حلم بالنسبة لي، مو فقط بس مجمع السلمانية الطبي وإنما لقسم الأحياء الدقيقة بالأخص، وطبعا أي أحد يشتغل في هاي المجال يعرف ليش كان حلم. يمكن أنت قاعدة تتكلمين دكتورة وأنا صار عندي فضول شوي أعرف شنو التفاصيل دي، لأن يعني المجال صعب للأمانة، فيعطيكم العافية. أنا حاولت أني أنا شوية أسوي يعني بحث ولكن وايد الموضوع صعب صراحة. هو نفس ما ذكرته، هو كان حلم لأن الفترة اللي تنفذ فيها المشروع كان نفس هذه المختبرات موجودة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد بسيط جدا من الدول الأوروبية، فكان طبعا الدخول في مثل هذا المشروع وإن نحن ننجح فيه كان شيء أعتبره تحدي كبير جدا بالنسبة لنا وحلم، لأن ما عندك خبرات سابقة تقدر تستفيد منها. مملكة البحرين في هذه الفترة كانت من أوائل الدول ليس فقط على المستوى الخليجي وإنما على مستوى الشرق الأوسط اللي تنفذ فيها هاي المشروع.
التوتال مايكروبيولوجي اوتوميشن كان مجمع السلمانية الطبي أول مختبر تم تنفيذ فيه هذا المشروع وتم بنجاح باهر، وأقولها بكل ثقة أنه هو نجاح باهر لأن أصبح القسم مزار للعديد من المختبرات في مختلف الدول الخليجية. جاتنا زيارات في آخر عامين تقريبا من كذا مختبر من المملكة العربية السعودية من حلو. الإمارات للاطلاع على خبراتنا وتجربتنا في هذا المجال. يعني بدأنا نصدر أيضا الخبرات. يعطيكم العافية دكتورة، مردود هذا طبعا الإنجاز للمجال الصحي والمجال الاقتصادي أيضا في مملكة البحرين. هو دائما لما نذكر أي أوتوميشن في مجال الخدمات التشخيصية بالتحديد هو يكون الهدف منه أن إحنا نزيد الطاقة الاستيعابية للقسم، فيكون عندك يعني قدرة أكبر لاستيعاب عدد أكبر من العينات، وفي نفس الوقت تقلل من المجهود على الموظفين بحيث أنك تستفيد منهم في من خبراتهم في الخدمات التشخيصية أزيد من أن هم يقومون بعمليات ممكن يقوم فيها الأجهزة. فطبعا توحيد هذا هذه البروسيسز اللي نقول عنها، هذه العمليات اللي نقوم فيها التوحيد فيها عن طريق الأجهزة راح تقلل لك من الأخطاء البشرية، وبالتالي بتكون في سرعة في إنجاز هذه النتائج، واللي طبعا أكيد راح ترجع على خدمة المريض بسرعة أسرع وأدق. أكيد دكتورة، نروح إلى دور المختبر السلماني في مقاومة مضادات الميكروبات على مستوى مملكة البحرين. مقاومة المضادات الحيوية طبعا هي هذه واحدة من أهم المشكلات العالمية الحين اللي تواجه ليس فقط مملكة البحرين وإنما دول العالم أجمع. طبعا منظمة الصحة العالمية وضعت العديد من السياسات اللي طلبت شرح بسيط دكتورة حق المشكلة. مقاومة المضادات الحيوية الحين سببها طبعا الأنواع كثيرة من البكتيريا. هذه البكتيريا أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية بسبب أنواع المضادات اللي الناس صارت تستخدمها، أقدر أقول ليس بصورة سيئة وإنما صار فيها overuse، يعني نستخدمها أزيد من اللازم. نتج عن هذه استخدام هذه المضادات أن البكتيريا صارت مقاومة لها. طبعا هذه المشكله صارت يعني صار يحاول يعني يبني نفسه ويحصن نفسه دائما يحصن، لكن البكتيريا صايره ذكيه فتقدر تقاوم هذه المضادات، فصار التغلب عليها صار اصعب بكثير من السابق. هذه المشكلة ليست فقط في مملكة البحرين إنما هي مشكلة على مستوى العالم عالمي. أجمع نعم. خصوصا عقب الكوفيد 19 واستخدام العديد من المضادات في تلك الفترة. منظمة الصحة العالمية وضعت العديد من السياسات من أجل تغلب أو محاولة حصر هذه المشكلة. من هذه السياسات والمتطلبات اللي طلبتها من الدول العالمية إنه يكون في مختبر مرجعي يقدر يشخص نفس هذه الأنواع من البكتيريا، ويكون مرجع للمختبرات المختلفة في الدولة. طبعا قسم المختبر بمجمع السلمانية الطبي مهمة صعبة يعني اي بس انا اقدر اقول ان احنا الحمد لله قادرين على مواجهة هذه المشكلة، لان قسم الميكروبيولوجي في السلمانية ليس فقط يمتاز بالأجهزة الحديثة والتقنيات الواسعة، وانما ايضا عنده من الطاقات البشرية من عدد من الاستشاريين في هذا المجال المتخصصين، وأيضا عندنا عدد كبير جدا من التقنيين الفنيين ذوي الخبرة في هذا المجال اللي مكننا أن احنا نكون احنا المختبر المرجعي لمجمع السلمانية وللمملكة بالأجمع. وطبعا موضوع أن احنا نكون المختبر المرجعي الاختيار تم بعد ما زارتنا منظمة الصحة العالمية، زاروا المكان للاطلاع والتأكد من جاهزية المختبر أنه يتحمل هذه المسؤولية، وصدر تقرير من منظمة الصحة العالمية أن قسم المايكرو في مجمع السلمانية الطبي هو المختبر المرجعي وهو أحد أنجح الأقسام على مستوى الشرق الأوسط في هذا المجال. ما شاء الله. أنت دكتورة كل ما تقولين لي يعني إنجاز جديد أنتم محققينه أو مسؤولية يعني أقول الله يكون في عونكم، لأن المسؤولية تكبر
الحمد لله أكيد. والثقة اللي يصير أكبر. ولكن أكيد. أنا على ثقة أن أنتم قادرين على الحمد لله. طبعاً حمل هذه المسؤولية وهذا الثقل. نروح إلى افتتاح مشروع تطوير المختبر. كلميني عن الافتتاح والتطوير المشروع بشكل عام. مشروع الكور لاب هو واحد من المشاريع اللي قاعد يتم تنفيذها الحين، هو إن شاء الله راح يفتتح قريباً بداية السنة الجاية إن شاء الله. مشروع الكور لاب وتوسعته، يعني كلها المسؤولية وقاعدين تحضرون حق افتتاح إن شاء الله. إن شاء الله عليكم. التوسعة هدفها طبعا زيادة الطاقة الاستيعابية للقسم، لأنه هو يشمل وحدتين مهمين أو مختبرين مهمين جدا، هما مختبر الكيمياء الحيوية ومختبر أمراض الدم. طبعا التوسعة هدفها زيادة هذه الطاقة الاستيعابية لهذه المختبرات، بالإضافة إلى سرعة إنجاز التقارير اللي ينتجها مثل هذه المختبرات. أكيد الهدف راح يكون أن احنا نحسن من أنواع التقارير اللي نصدرها، وطبعا سرعة إنجازها راح تسهل بالتأكيد سرعة اتخاذ القرار في علاج هؤلاء المرضى، والتخفيف طبعا من فترات انتظارهم خصوصا في الأقسام الحيوية مثل قسم الطوارئ من جامعة السلمانية. نعم، بنك الدم، ننتقل إلى بنك الدم ودوركم في العمل في هذا القسم بالتحديد، لأنه أتوقع التعامل مع جميع الفئات وجميع العينات. أكيد. بنك الدم يعتبر هو البنك الدم المركزي بالنسبة للمملكة. طبعا مركزي لأنه هو يخدم ليس فقط المستشفيات الحكومية، إنما يخدم بعد العديد من المستشفيات الخاصة. فطبعا عنده قدرة واسعة على تغطية احتياجات جميع المستشفيات من جهة أكياس الدم. عدد الحملات طبعا اللي قام فيها بنك الدم المركزي عدد كبير جدا، وصل إلى حوالي 75 حملة تبرع بالدم خلال العام الجاري. أيضا وصل عدد المتبرعين في هذا القسم ما يقارب من 20,000 متبرع بالدم. طبعا كل الشكر والتقدير لهؤلاء المتبرعين اللي لهم دور كبير في هذا الإنجاز العظيم، وأيضا إنقاذ العديد من الأرواح. والشكر لكم أنتوا أيضا على ما تقومون فيه من مجهودات لإنقاذ هذه الأرواح، ويعني مهما قلنا ومهما شكرنا هو قليل في حقكم صراحة. دكتورة أنا شكر لك تواجدك معنا، أتمنى أن ما أكون هضمت حقكم بحكم تخصصكم وحكم يعني صعوبة هذا المجال. وأتمنى لكم يعني على تقديركم شكر موصول جدا لكم. عندك شيء تبي تضيفينه دكتورة؟ أحب بس أختم لقائي بإني أشكر جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء ولي العهد على اهتمامهم الجليل بالقطاع الصحي، اللي انعكس بالتأكيد على الدعم اللي نحصله دائما من المجلس الأعلى للصحة ومجلس أمناء المستشفيات الحكومية. العديد من المشاريع التطويرية قامت فيها المستشفيات الحكومية، وإحنا كان لنا الشرف أن نكون جزء من هذه التطويرات اللي أكيد راح تخدم المواطن والمقيم بالتأكيد في هذا المجال. أكيد دكتورة، بس قبل الله أختم يعلى بالي البحث العلمي بس وأهميته. تأكيد في المجال الصحي عموما إحنا دائما نقسم لشقين، شق يهتم عادة بالأجهزة الطبية وتطويرها والحصول على أحدث التقنيات، والشق الثاني هي الطاقات البشرية. طبعا الطاقات البشرية يعني دائما أجهزة وكوادر بشرية. بالتأكيد تطوير الكوادر البشرية دائما يكون أنهم يطلعون على أحدث المعلومات، وأنهم يكون لهم مساهمات جليلة في الأبحاث العلمية اللي يتم نشرها. بالتأكيد. أي مشكلة في بحث علمي على طول. بالتأكيد جميع الأطباء لهم العديد من الأبحاث العلمية، وصل عدد الأبحاث اللي نشرها قسم المختبر ما يقارب من 25 بحث خلال هذا العام. ما شاء الله. ترى مو عدد سهل، يعني البحث العلمي يحتاج إلى مجهود. بالتأكيد، وطبعا أهم لهم الشكر الجزيل، لأن هذه الأبحاث تم نشرها في العديد من الدوريات الإقليمية والعالمية، وحصل عدد من أطبائنا على أيضا جوائز في العديد من هذه المؤتمرات.
والجانب الآخر اللي هو في التطوير قلتي لي الأجهزة. الأجهزة نفس ما قلت لك هو الدعم، بالتأكيد الدعم من مجلس الأمناء والمجلس الأعلى كان لهم الدور الكبير في هذا الدعم والثقة اللي حطوها فينا، فإن شاء الله نكون قد الثقة ونقدر نخدم جميع المواطنين والمقيمين إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكر لك يا دكتورة، ومثل ما قلت لك أنا ما أبغى أشكرك لأن يعني كلمات الشكر طبعاً كلها قليلة في حقكم واجبنا صراحة طبعاً واجبنا. فيعطيكم العافية. الله يعافيك. وإن شاء الله دائما من تميز إلى تميز ومن إنجاز إلى إنجاز. إن شاء الله بوجودكم. شكرا لك يا دكتورة. أشكركم. طبعا متابعينا ما زلنا متواصلين معاكم في حلقتنا اليوم، ولكن بروح إلى فاصل قصير وبعدها راجع لكم. لكم متابعينا من جديد في نهائي بحريني بجميع أطرافه. توجت لاعبة منتخبنا للبليارد في الميدالية أو بالميدالية الذهبية لمسابقة الفردي 9 كرات للسيدات في البطولة العربية للبليارد والسنوكر اللي أقيمت مؤخرا في المملكة الأردنية الهاشمية. وللحديث أكثر عن هذا الإنجاز تنضم إلينا في الاستديو لاعبتنا المتوجة مؤخرا بالذهبية نهلة السني. يا اهلا مرحبا فيك. اهلا فيك. صباح الخير اول شيء. صباح النور. ثاني شيء الف مبروك. الله يبارك فيك. يعني جميله الميداليه. طبعا اكيد اي انجاز بيكون للمملكه بيكون انجاز مشرف وبيكون انجاز جميل طبعا للجميع. اكيد، ولكن لما تصعدين الى منصه التتويج كانك بمركز اول، شيء مختلف. اكيد طبعا. شعورك وانت في بعد حصولك على المركز الأول والمسؤولية اللي صارت أكبر عليك الحين؟ طبعا بداية الحمد لله رب العالمين، هذه ثالث بطولة خارجية، رابع بطولة خارجية عفوا نشارك فيها باسم مملكة البحرين. ثنتين منهم كانوا كأس الاتحاد العربي، وثنتين منهم كانوا البطولة العربية نفسها هذه النسخة. والحمد لله قدرنا خلال هذه البطولات ان احنا نحصد 7 ذهبيات ما شاء الله وفضيه بالنسبه لي انا، غير طبعا فضيه صديقتي. بس كل ما تزيد الميداليات كل ما تزيد يعني المسؤوليه طبعا تصير اكبر، وفي نفس الوقت المنافسه ايضا تزيد. يعني من سنه اذا بقارن مستويات البنات في هذه اللعبه وبقارن هذه السنه راح الاقي ان لا المستويات ارتفعت. طبعا الدول العربية بدأت تتجه إلى تنمية النشاط النسائي في لعبة البليارد بوجود مدربين، بوجود صقل لهذه المواهب الموجودة. بدأ الوعي يصير أكبر في هذه بالضبط الرياضة. إذن نتكلم عن البطولة شوية والمشاركين فيها. تمام. طبعا هذه البطولة تضم البطولة العربية طبعا يشارك فيها من 10 إلى 12 دولة. للأسف مو جميع الدول العربية للحين عندهم بنات، لكن بادين بس جايين ترى. طبعا اي جايين ان شاء الله خلال البطوله القادمه. وعدونا منتخب لبنان راح يكون موجود ان شاء الله، الامارات راح يكون عندهم ايضا فتيات. لكن احنا بالنسبه لنا كمملكه البحرين احنا في مجال البليارد والسنوكر من 2008 2009، مو تونا يعني في خبرة في هذه اللعبه. طبعا طبعا في خبره، خصوصا ان منافساتنا حاليا في البحرين ما تعتمد فقط على العنصر النسائي كمنافسة، احنا ايضا نشارك ضد الرجال في هذه اللعبة، فهذا ايضا يرفع من مستوياتنا للمشاركة. يمكن عندنا في البحرين في شعبية لهذه اللعبة بالتحديد، سواء من السيدات او الرجال، وما في اتوقع في الجيل يمكن السابق ما في احد ما لعب البليارد او السنوكر ويعرف قوانينها ويعرف نظامها، لكن هذه الثقافه تزيد من صعوبه المستويات عندنا. اكيد. فهل ساعدك هذا الشيء؟ طبعا اكيد راح يكون في مساعده لهذا الموضوع. وفي نفس الوقت كان في صعوبه، يعني هو في مساعده وفي صعوبه. شلون؟ المساعده طبعا من ناحيه خبره اللعبه نفسها او
نفس ما قلت احنا من صغرنا عندنا لعبة البليارد، هذه منتشرة في جميع الأماكن، في المجمعات موجودة، فكانت كهواية، كانت لعبة محببة بالضبط صراحة. بالضبط، هي كهواية يستخدمونها الناس هني، ويمكن هذه كانت الصعوبة فيها، ان شلون تقدر تشرح ان هذه مو بس لعبة عصا وطق الكرة وطيح الكرة في البوكيت وانتهى الموضوع، ان ما تملي فراغ. بالضبط، لا، فيها احتراف، فيها احتراف طبعا، رياضة. لعبة البليارد بالنسبة لي أنا، سواء السنوكر، هي ثلاث لعبات في لعبة واحدة، هي تجمع رياضة المشي من ناحية، لعبة الرماية لأن أنت قاعد تصوب، صحيح، فنفس التركيز اللي أنت تستخدمه في الرماية نفس التركيز اللي تستخدمه في البليارد، بالإضافة إلى لعبة الشطرنج لأن أنت اللي تتحكم، بالضبط، تتحكم في الكرة البيضاء وين بتروح مكانها وين بتوقف وين اللي بعده بالضبط، لازم ترسم صح. واللعب مو عشوائي، اللعب يعتمد على وين المكان اللي بوقف فيه الكرة اللي يسهل لي ثلاث كور واربع كور وخمس كور قدام. معقولة توصل لي خمس كور قدام؟ بالضبط بالضبط، ما هذه الفكره. إذن هي الكرة الأولية هي اللي تحدد مصير اللعب ايش بيصير. صحيح. إنزين بطلاتنا نروح، طبعا قبل أن نطلع على الهواء كنا نسولف عن نظام المباريات، كلميني عن مشوارك والمباريات اللي لعبتيها في البطولة. طبعا في البطولة العربية بالمملكة الأردنية الهاشمية لعبنا مسابقتين للسيدات، كانت 9 كرات و10 كرات، والحمد لله البحرين قدرت أن هي تحصد الذهبيتين، وقدرنا نحن نحصد بعد كمنتخب سيدات فضية ميد دوسري وبرونزية ميد دوسري. جاية كانوا مع ميد دوسري، بس خلينا نشوف مشوارك في البداية، كم لعبتي كم مباراة؟ طبعا عندنا قلتي لي في فئتين، في فئتين، طول ما انت قاعد تفوز في المباريات فبتكون في 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 جدول الوينر سايد، وهذا يقلل عدد المباريات عليك، غير لما تخسر مباراة فيكون عندك فرصة ثانية، ولكن الطول فترة المنافسة يمكن، إذا بنطرق إلى مي للأسف في أول مباراة مع البرشر مال البطولة ومع الضغط مال اللعب خسرت أول مباراة، ولكن قدرت أنها توصل للفاينل من خلال جدول طويل ومباريات عددها كبير طبعا. فكان مشوارك للنهائي أسهل؟ أنا بالنسبة لي كان أسهل. زين المباراة النهائية، المباراة النهائية بحرينية مع بحرينية، مي وانتي، ويمكن كان لها طابع مختلف بالنسبة لك. أكيد طبعا أني ألعب، إحنا مجرد ما وصلنا لمرحلة أن إحنا في الفاينل بنلعب البحرين ضد البحرين، كان بالنسبة لنا الهدف الأساسي فوز البحرين، والحمد لله قدرنا أن إحنا نحقق في لعبة واحدة ذهبية وفضية، فكان إنجاز بالنسبة لنا. لكن وقتها كان بعد بدأ اللي هو الطموح الشخصي أن نبي نوصل للذهب، سواء من ناحيتي سواء من ناحية مي. كانت الصعوبة في أن أنا ومي نلعب مع بعض صاير لنا أكثر من 10 سنين، فعارفين نقاط ضعف بعض. وهي هذه المشكلة العودة. بالضبط بالضبط، فلما تلعب ضد أحد تعرفه غير عن لما تلعب ضد منتخب آخر. انت حافظه اللاعب اللي قدامك شو بتسوي؟ بالضبط، يمكن هاي ساعدتك ان انت تتغلبين. هذه كان له دور، هذا كان له دور، بالاضافه طبعا الى التمرين. يعني احنا نتكلم من اول ما بدينا كمنتخب سيدات نشارك في البطولات الخارجيه، بديت انا مع نفسي اتمرن، اشغل فيديوهات من اليوتيوب. طبعا للاسف احنا حاليا للحين ما عندنا مدرب لهذه اللعبة، فكل الموضوع كان تدريب ذاتي، مجهود ذاتي، مساعدة بعض الأطراف الموجودين داخل الاتحاد البحريني، مساعدة بعض اللاعبين الموجودين من التوب 8 والتوب 16 في البحرين. عندنا أسماء كبيرة. بالضبط، في أسماء كبيرة جدا، وهم كان لهم دور كبير في 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 صقل بعد موهبتي، يعني بجزء معين. نعم، بطلاتنا شلون كانت التحضيرات؟ بما أن أنت تكلمتي عن التدريبات والتحضير، خلنا نطرق شوي عن تحضيراتكم أنتوا حق هذه البطولة بالتحديد. إيش قد يأخذ لكم وقت؟ هل فعلا التدريبات المكثفة تساهم في تطور مستواك، أو هي لا، سنوات الخبرة والاستمرارية؟ هي لها يعني كذا عامل.
أولهم استمرارية اللعبة. اللعبة لعبة البليارد أو السنوكر عامة فيهم شيء غريب، من تقطع فترة بالضبط، من تقطع يوم تقطعك اللعبة أسبوع، من تقطع أسبوع تقطعك شهر. صح. صح. يعني على هذا المنوال. فهذه اللعبة تحتاج استمرارية، تحتاج لمسة، تحتاج إحساس، تحتاج تركيز. شلون تقدر أن أنت تحافظ على تركيزك من أول مباراة إلى آخر مباراة؟ وطبعا هذه من الأشياء اللي كنت أواجه فيها صعوبة خلال فترة البطولة، لأن كثرة المباريات وكثرة التركيز تخلي الإنسان خلاص يبتدي يطلع out of focus. يمكن الحرب النفسية مع اللاعبة الثانية بالضبط يلعب دور. بالضبط بالضبط، له دور كبير جدا. فطول الفترة الأخيرة كانت معسكر طبيعي مكثف لنا، لكن من نهاية بطولة كأس العرب حتى الآن تكلم تقريبا 6 شهور، أنا محافظة على لعبي، محافظة أن أنا على الأقل 4 أيام في الأسبوع ألعب فيها بليارد، سواء نظام مباريات سواء تمرين أو حتى بطولات شذي سريعة خفيفة. بالضبط، البطولات الودية اللي تصير بيننا وبين النوادي اللي موجودة في البحرين. لكن طبعا هذه كلعبة بدون مبالغة تحتاج إلى من 4 إلى 6 ساعات يوميا تمرين. صح. وتحتاج كتمرين مو بس كمباريات. بالضبط. إنزين، 9 كرات و10 كرات، الفرق بينهم؟ الفرق بينهم في 9 كرات إحنا نلعب كسيريال، سيريال أوردر لإسقاط الكرات من رقم 1 إلى رقم 9، لكن ما فيها تحديد، بمعنى ممكن أطق الواحد في أي مكان وأي كرة ثانية تطيح، فاللاعبة الثانية بتسمح لي ان انا اكمل، لان خلاص من حقي ان انا اكمل. لكن في العشر كرات لازم تحدد وين انت راح. بالضبط، فاحنا في لغه اللعب تكون الكوره، في لغه اللعب نسميها كفلوك، فلوك شوت، ان اصعب شويه تكون ذي. هذه لها صعوبتها وهذه لها صعوبتها. يعني في واحده من المباريات اللي لعبتها من 6 شهور في بطوله كاس العرب واجهتني هذه المشكلة، أن اللاعب اللي ضدي كنت ألعب بعد على الفاينل، وفي 9 كرات كانت تلعب على كرة رقم 5، وكرة رقم 5 ضربت الكوشن رجعت طقت التسعة طاحت، فهي فازت في الفريم. فنتكلم أن بعد في صعوبة، لعب دور معاها في جزء كبير من الحظ. إيه، بس بعد هذا يجعل اللاعب نفسه في بريشر زيادة، إن شلون أنا ما أخطأ أي خطأ في المباراة. ممكن أني أخلص الطاولة كامل بس أخلي آخر كرة أفقد تركيزي فيها وأخليها وخلاص أخسر. إذن عامل الحظ في 9 كرات يساعد اللاعب أكثر، يساعد من ناحية، يساعد من ناحية إيه، ويصعبها من ناحية ثانية. زين، بطلاتنا القادم بالنسبة لك؟ القادم طبعا إن شاء الله بإذن الله نطمح للأفضل، نطمح إن إحنا نشارك في بطولات خارجية أكثر. طبعا حاليا بعد حصول 7 ذهبيات عربية وفضية عربية، نطمح ان احنا نوصل لمراتب اعلى في البطولات العالمية، في اليورو تور، في الدوري الامريكي للبليارد. طبعا هناك شعبية لعبة البليارد والاحتراف فيها وايد اكبر من الدول العربية. صدقيني هني بعد في شعبية عندنا في البحرين حق هذه، في شعبية لها، لكن أنا يمكن أتكلم عن جيلي. الجيل يعني ما في أحد فينا ما لعب بليارد. طبيعي، أغلب شباب البحرين لعبوا البليارد وحبوا لعبة البليارد ومارسوها كهواية، لكن للأسف ما مارسوها كاحتراف. قليل جدا اللي احترف هذه اللعبة. صحيح. وخذاها كلعبة يشارك فيها في بطولات خارجية. فهذه بس هي الفكرة. الميدالية أشوفها بطلاتنا، هذه الميداليات. أي نعم. الذهبية، ها؟ أي نعم. ذهبيتين في البطولة العربية لألعاب البليارد والسنوكر الكروم 2023. أي نعم. مسؤولية جدا كبيرة، وطبعا في ظل تطور مستويات الفتيات في المنتخبات الأخرى أقدر أقول لك أن الموضوع بيكون أصعب وأصعب وأصعب مستقبلا. يعني حاليا المفروض أني أبتدي تجهيز للبطولة القادمة من الحين.
انا يعني شكرا لك تواجدك معنا. اشكرك وبارك لك. شكرا لك. هذه هذا الانجاز ومنياتنا ان شاء الله لكم دائما بالتوفيق والنجاح. شكرا. ودائما رافعين اسم مملكه البحرين في كل المحافل الدوليه. آمين. والعربيه ايضا. شاكر لك والف مبروك فيها. الله يبارك فيك. وطبعا بستغل هذه الفرصه واهدي الذهبيتين بما ان احنا في شهر اعياد البحرين باتر. والفضيه طبعا وعندنا برونزيه ايضا للمنتخب السيدات. احب اهديهم للقياده الرشيده متمثله طبعا بجلاله الملك ولي العهد والشيخ ناصر والشيخ خالد. ونشكر الشيخ خالد طبعا على دعم المستمر. ميسر بفيصل اكيد طبعا. طبعا بدون هذا الدعم المستمر ما كان راح يكون في تواجد لمنتخب السيدات في البطولات الخارجيه. فشكرا لهم جميعا. شكرا لك انت على تواجدك وشكرا لك على هذا العطاء. وموفقه باذن الله ان شاء الله يا رب. طبعا متابعينا بهذا الانجاز نكون وصلنا معكم الى ختام حلقتنا اليوم. نلقاكم ان شاء الله بكره في فقرات جديده ومنوعه. فخلكم على الموعد. في امان الله.